هذا منعش، رائحة الربيع إنه رائع. نعم إنها جميلة. قبرات، إنني الآن أشعر جدا بالنعاس يا راي. نعم. جورجو لا تخفني هكذا. لا نريد أن نبقى هنا للأبد، فهمت؟ لا داعي للعجلة، صح يا راد؟ نعم، هذا رائع، الطقس جميل هنا، المناظر جميلة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لا تكن سخيفا، إن المكان الذي سنتجه إليه أفضل من هذا بكثير. حقا؟ هل بلاد لايلاند جميلة فعلا إلى هذا الحد؟ بالطبع يا نيل. أخبرنا عنها قصة سان جورجيو. هذا مستحيل يا نيلز، لا أستطيع أن أصفها هنا الآن. إذا لابد أنها رائعة. لنذهب هناك بسرعة، ترى أين أكسا ومجموعته؟ قائد أكسا، متى سنصل إلى الأيلاند؟ تمهل الأيلاند بعد هذه الغيمة. هل حقا بعد هذه الغيمة نصل إلى الأيلاند؟ الأيلاند بلاد الأحلام. مارتن، لقد وصلنا أخيرا. ها؟ ماذا تفعل هذه العصافير هنا يا ترى؟ إنها كثيرة. نعم إنها كثيرة العدد ولكنها جميلة. هيا لنذهب ونستطلع الأمر. لا أريد أن أضيع المزيد من الوقت. فقط 10 دقائق، فقط 5 دقائق، أرجوك. حسنا، لحظة واحدة فقط ولا أسمح لك بأكثر. شكرا. إنهم لا يعرفونك، هذا متوقع. هاي اخرجوا، جورجيو لا يؤذي جورجيو. هاي جورجيو لا يأكل سوى السمك، إنه لا يحب اللحوم، ليس مفترسا كباقي النسور. إنهم يكرهونني، إنني حزين جدا. لا يا جورجيو، ابتهج، تفاءل. سأحاول. هل ما قلتموه صحيح؟ بالطبع إن جورجيو طيب، انظر نحن مسافران معه وهو لم يأكلنا بعد. إنكم غريبون، أنا القائد هنا، لماذا أتيتم؟ لقد رأيناكم مجتمعين. فهمت، أتيتم لتروا اجتماعنا نحن الطيور. أخبرني، ما هو موضوع الاجتماع يا سيد بوم؟ حسنا، سأخبركم بذلك. تفضل سيد بوم. كان هذا المكان مكانا رائعا لنا لنعيش به، وقد تزايد عددنا أكثر من اللازم. ببساطة أصبح المكان مزدحما جدا. لذلك بعثنا كشافة للبحث عن مكان آخر لنا في الشمال. حسنا، الشمال؟ أنت تعني بلاد الأيلاند الجميلة؟ نعم، ذلك هو المكان. ولكن كيف عرفت؟ أنا متأكد أن الكشافة سيعودان اليوم بالتأكيد. إذن سنستمع عن الأيلاند من الكشافة. سيد بوم، هل نستطيع أن نستمع إلى تقريرهم؟ طبعا. لقد أتوا. لقد عادوا. لا تخاف، هذا النصر لا يؤذي. لا تخاف. توقفوا بعيدا، لا تخافوا. أهلا بعودتكم يا أولاد. ولكن أين دجاج الثلج؟ أين؟ هم قادمون. أهلا بعودتكم، لابد أنكم متعبون. نعم، أنا لست متعودا على الطيران العالي، وكذلك أبي. إنني منهك وتعب. عمل رائع يا أولاد، نريد أن نسمع عن لالن. هيا أخبرونا بكل شيء. دعني أبدأ. إن الأيلاند هي بلد الأحلام، غيوم بيضاء، بحر أزرق، أرض واسعة. أستطيع أن أتخيلها أمامي الآن، والسمك اللذيذ.
هذا كذب، أنت غير صادق، أنت كاذب. من العار أن تكذب. أنا لم أرى شيئا من الذي ذكرت. إنك دائما تحلم. هذا الوصف لليلاند كان في أحد أحلامك. إنك كاذب وكلامك غير صحيح. أنت كاذب، كاذب، نعم أنت كاذب. ماذا؟ كيف تقول ذلك؟ كيف تقول إني كاذب؟ كيف؟ كيف؟ ماذا يحدث يا إلهي؟ اسمعوا لما سأقوله لكم. طيور المراعي تستطيع أن تعيش في ليلاند. إن ليلاند هي المكان المناسب لنا فقط. مراعي واسعة بها أزهار جميلة، ومن النادر أن نرى البشر. مكان رائع، رائع جدا. دعونا نذهب إلى ليلاند. هيا، أقول لكم مراعي وسهول. هيا نذهب إلى هناك. هذه ليست حقيقة، إنك تتخيل الأشياء. أنا لم أرى مراعي. لا تصدقوا، إنه كاذب، كاذب. هل تقول لي إنني كاذب وليس هناك مراعي؟ هل تقول هذا؟ هذا صحيح، نعم أنت كاذب، أنت الكاذب، أنت. ياه، أين الحقيقة؟ كاذب أنت. لا أنت. ابتعده. هي، لا تكن عنيفا وحسن أخلاقك أنت. اسكتوا، قلت لكم. ما هذه الألفاظ؟ أيها الكبير، لا تصدق شيئا مما يقولانه، إنهما كاذبان. في ليلاند غابات كثيفة فقط. هذا هراء، هذا هراء، ذلك ليس صحيحا. ذلك ليس مكانا لنا لنعيش فيه. اسكت أنت، ذلك المكان هو أفضل مكان لنا، نحن سكان الغابات. نعم. لا تصدقوا، لا تصدقوا. ماذا تريد أنت؟ لقد أصبح عنيفا ينهينا عن كذبه، صدقوني. اسكت. كفوا عن ذلك لنسمع ما سيقولون لنا أبي. حاضر، أفسح الطريق الآن. أصدقائي الطيور، أقدم لكم الآن تقريري عن ليلاند. ليلاند منطقة جميلة، بحيرة على يسارك وأخرى على اليمين، وأمامك وخلفك كلها بحيرات، والماء صافية جدا، والهواء عليل، والسمك في البحيرة لذيذ جدا. يا سلام. هذا هو كل شيء يا أصدقائي، كل شيء عن ليلاند الجزيرة الجميلة. إذن افهموا. أنت كاذب، كاذب، نعم أنت كاذب. هل تعتمد على العنف فقط؟ ما هذه التربية، ما هذه التربية؟ ماذا تظن أنك تفعل؟ أنا مصرا على أنك كاذب. حسنا، لا يزال لدينا متحدث آخر. لا أدري، إذن يجب علي أن أقول. لا داعي للقلق أيتها العصفورة، هيا اشرحي لنا عما رأيت. هيا ولا تترددي. حسنا، ما رأيت يختلف كليا عما رأوا. لقد رأيت أرضا جبلية جميلة، جنة بالنسبة لنا. ليلا أرض رائعة الجمال، أنا أحبها جدا جدا، إنها أجمل أرض رأيتها في حياتي. لقد كان مكانا جميلا جدا. كاذب، لا تكن غبيا، إن ليلاند مليئة بالغابات فقط. كم مرة يجب أن أكرر؟ بحيرات، بحيرات، مراعي، مراعي، ليلاند كلها مراعي. لا، إنها بحر، بحر. قلت لك إنها بحر، ليس مراعي، إنها بحر. أقول لك إنها بحر، نعم إنها بحر. قلت لك إنها بحر، إنها بحر، بحر، ليس غابات، إنها بحر. أقول لك إنها بحر. اسكتوا، اسكتوا، كفوا عن ذلك، كفوا عن ذلك. ما كل هذا؟ إنها مسقط رأسي. إن ليلاند ليست بحرا ولا بحيرة ولا غابة، إنها ليست صغيرة هكذا. أنتم لا تعرفون ليلاند الحقيقية. إن ليلاند هي كل ما ذكرتموه وأكثر. ولكن يا جورجيو، قل لي، لماذا كل هذه التقارير المختلفة؟ لماذا؟ لأن كل واحد ذهب وبحث عن مكان له ليعيش به. ذهب العصفور فوق الجبال في المنطقة، إيبي ذهب فوق البحيرات في الوسط، الدجاج ذهب إلى منطقة الغابات، القبرة ذهبت نحو المراعي، والنورس ذهب إلى البحر في المنطقة الشرقية. ما
استعدوا للهبوط. حاضر سيدي، استعدوا للهبوط. حاضر استعدوا للهبوط. هيا مرسول لايلاند، إنها لايلاند. نعم لايلاند. أه لايلاند. لايلاند، هذه لايلاند رائعة. جئناك يا لايلاند. بحيرة جميلة. يا لايلاند، إننا قادمون. البحر رائع. أنا قادم. افسحوا الطريق، أنا قادم. حسناً، اصمتوا الآن، قفوا بالدور. هيا هيا جونار، مورتون، هل أنتما بخير؟ أنا بخير. كثير الأسئلة دائماً. أنا بخير، أنا بخير. تهاني الحارة لكم جميعاً، لقد وصلنا إلى نهاية رحلتنا، ويمكنكم أن ترتاحوا الآن في لايلاند. لايلاند. إذن هذه لايلاند، إنها أفضل مما تخيلت. بحيرة واسعة، غابة خضراء، والمراعي الواسعة، والهدوء. نعم، ولكن إلزبرات أتمنى لو كان معنا. إلزبرات، أوه، لقد نسيت أمرهما. ترى ماذا يفعلان الآن وأين هما؟ لعاب يسيل الآن، هذا طعام شهي. من يود الذهاب الآن إلى لايلاند ليرفع يده؟ ليس كلكم، نصف المجموعة فقط. هل تفهمون بهدوء ونظام؟ اسمعوني، لا يتحرك أحدكم من هنا، ابقوا جميعا هنا. ماذا تقول؟ لماذا؟ لماذا؟ من يقول ذلك؟ ها، من يقول؟ كف عن ذلك، كف عن الزقزقة، ستفسد هدوء وجمال لايلاند بزقزقتك المزعجة هذه. ماذا عنك أنت؟ أنت فظ وأحمق. نعم لقد ملأت منكم، لقد ملأت. نعم، إنهم يحبون أن يتشاجروا دائما. يتشاجروا، هذا أفضل لي، هذا أفضل بالنسبة لي. تشاجروا. أنت أحمق، أنت فظ، أنت أحمق، أنت فظ، أنت أحمق. ضربنا. يا إلهي يا ابن شهيا، بعد أسبوع من الجوع سأفصفص عظامك. ألا يوجد ألا يوجد أجمل منك، أفضل منك؟ يا إلهي، ماذا أفعل بك؟ سأكلك. لا، طعمك طعم السمك، هل يعجبك هذا؟ هل يعجبك؟ أنا السمين، أنا السمين، أنا السمين. نعم، هذا برب سأكله. انتظر. من هنا رأس، من هنا. سأمسكوا بك. هاي نيل، انتظرني يا نيل. اسباني، اسباني. سأمسكوا بك. هاي نيل، انتظرني يا نيل. اسباني، اين هو؟ اين ذهب؟ اين اختبى؟ اين اختبى يا ترى؟ اين هو؟ سأمسكوا بك. علي الله، علي الله، انا نيل. أنت إلز، أين أنت يا إلز؟ أموت. أين هو؟ سأمسكني. انتظرني، انتظرني يا إلز، انتظرني يا إلز. والله
سأكلك يا صغيري، اشتاق إليك. ابتعد عني، ابتعد عني، أنا صغير جدا، أنا صغير جدا، وطعمي غير لذيذ. طعمي، طعمي لا لا لا. اتركه يا رك. إيه لا تخف يا صغيري، سأخذه مشوارا. لا امشي كما أقول لك. يا ريكس، ماذا ستفعل براد؟ ريكس، ريكس، اتركني، اتركني، ريكس أخذ راد. انتظر. ريكس هناك. لا تدع الخطة تنطلي عليك، إنه يريدك أنت وإلا أكله. لنسأل جورجيا النسر، أين جورجيا؟ ليس هنا. ماذا تقول ليس هنا؟ أين ذهب؟ هل تعرف أين ذهب جورجيا؟ رأيته يطير نحو البحيرة، أنا متأكد من ذلك. اذهب واحضره حالا. حاضر حاضر حاضر. سننتظر إلى أن يأتي إيرزي ينقذك، وعندها سأحصل عليكما الاثنين. إن نيلز ذكي، إن خطتك لن تنطلي عليه. إذا نيلز لن يأتي لينقذك، ليس لديه شعور بهذا. هذا ليس صحيحا، إن قلبه رقيق جدا. سيحضر إذا. إنه ذكي جدا، إنه ذكي. نعم هذا ليس صحيحا، إنه ليس ذكيا. هذا خطأ. سيحضر إذن. ها؟ إيه لن يحضر. سنعرف ذلك بعد قليل، سأجوع أكثر إن تكلمت. نيلز، هيا نيلز، متى يأتي؟ لما لا تستسلم؟ ها يا صغيري، لما؟ إن نيلز سيحضر حالا. إذن سأكلك. إن هذا الثعلب ماكر جدا. والآن سيد بوم، ماذا تقترح أن نفعل؟ لو كان جورجيو هنا، لو كان جورجيو هنا، إنه نائم، ماذا نفعل؟ ها؟ فكرة جيدة. لماذا تأخر نيلز هكذا؟ لا أستطيع أن أنتظر أكثر. ابتعد عني أرجوك، ابتعد. ليس لدى نيلز أي شعور بالمسؤولية، إنه لم يحضر لينقذك. رأيت، رأيت كيف؟ كريه. هيا استعد الآن، سأكلك. ابتعد عني. إنه ريكس، ريكس في الخارج. من أنت؟ أنقذني، أنقذني. رات إيدا. يا لحظ السيء، نيلز ورات غلباني. أنا ريكس الشهيد. يا لحظ السيء، نيلز ورات غلباني. أنا ريكس الشهير، أرشدوني ماذا أفعل. مرحبا. انتظرني يا نيلز، انتظرني يا نيلز. الآن جاء دورك، انتظر. تعال هنا، تعال تعال تعال. مرحبا. لن تري. تعال هنا، تعال. مرحبا. أنا سأجد من هذا الولد الصغير، من هذا القزم. مرحبا. إنه جورجيا، إنه جورجيا. ماذا؟ إنه النسر. هيا سيد ثعلب، انظر ماذا يوجد فوقك في الأعلى. جورجيو، لقد حضر جورجيو. حظك سيء جدا. لا بأس، لا بأس، لقد تذكرت لدي أبال ليقوم بأسلموا لي على جورجيو. إن جورجيو قادم حالا، لما لا تبقى؟ هل أنت خائف؟ شكرا، ولكن يجب أن أذهب إلى اللقاء يا أصدقائي. إنني مشغول جدا، يجب أن أذهب إلى اللقاء. جورجيو، انظر هناك يا جورجيو. ولكن ماذا؟ ذاك هو ريكس، انقض عليه، انقض عليه. حسنا،
يا إلهي لقد جاء، لا يجب أن أختبئ. انتظرني يا هذا، انتظر. لا 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 لا، ليس هكذا، ليس هكذا يا جورجيو. منظر الخائفين مضحك. يا ذلك ليس مضحكا يا ريت، أرجوك صادق. ذلك ليس مضحكا، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ حظي تعيس، تعيس جدا، ولكن ولكن لأسترح قليلا. لن تفلت مني يا نيل، لن تفلت، سأكلك في المرة القادمة. ولكن متى يأتي يا ترى؟ إلى اللقاء يا أصدقائي، إلى اللقاء في الأيلان. إلى اللقاء. هيا يا جورجيو، إلى الأيلان رأسا. هيا بنا.